السلام عليكم لكل اهل الخير، اخوكم محمد علي من قناة مشروع من الصفر. ازيكم يا جماعة؟ والله العظيم وحشيني كتير جدا، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى امة محمد اجمعين. طبعا انا مقصر معاكم كتير جدا، وباذن الله باذن الله هكمل معاكم بقية السلسلة ان شاء الله تعالى، ولكن انا بعتذر لكم كتير جدا جدا جدا، ولكن والله تأثيري ده كله بسبب شهر رمضان يا جماعة. ربنا يا رب يتقبله مننا ومنكم، ويا رب يكون شهر رحمة ومغفرة وعدكم من النار علينا وعليكم يا رب اجمعين. ربنا يا رب يقدم لنا اللي فيه الخير والصالح. طبعا انا هجاوب برضو على اسئلتكم كلها، وباذن الله يا رب في اتنين هيكسبوا معانا، بس المشكله يعني ايه، هحاول ازود الموضوع اخلي في اكتر من اتنين يكسبوا تعويضا للناس اللي ما الفرصه ما جاتلهاش اكتر، يعني باذن الله تعالى خير. طبعا يا جماعه قبل ما اخش في اجابه الاسئله بتاعتنا اللي فاتت، انا في حاجات حابب ان انا اعدلها على الفيديوهات اللي انا كنت منزلها قبل كده. طبعا احنا لو رجعنا الفيديو اللي هو بتاع اللي قبل السلسله اللي انا انزلها دي، كنت منزل فيديو بيتكلم عن اللي هو البيض وكيفيه الحفاظ عليه، او اللي هو بتاعه البيض، كان في حلقه مخصصه عن بيض الميل وورم. بصوا يا جماعه، فكره ان احنا نشيل البيض بتاع الميل وورم بالمشرط او ما شابه، طبعا دي طريقه مش جيدة جدا، ولكن بعد ما انا صورت الفيديو في فترة وكده لاحظت ان دي طريقة مش هي اللي هي المثالية قوي ولا هي الجيدة جدا، لاني بفقد عدد كبير جدا 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 من البيض بتاعي. فالافضل دلوقتي يا جماعة ان احنا بدل ما نيجي نعمل بدل ما احنا نيجي نشيل بالمشرط، لا احنا نشيل الخنافس ونخلي الطبق بتاع البيض موجود زي ما هو من غير ما نشيل اي حاجة ومن غير ما نشيل الفرشة، ونخليه لحد ما يفقس كل حاجة والدود يكبر فيه كمان. يبقى ده بالنسبة للبيض. طب تاني حاجة حابب برضو اعدلها في الفيديوهات اللي انا كنت منزلها قبل كده، هو الشرانق. مش فكرة يا جماعة ان احنا عايزين نحط الشرانق على ايه، هو طبعا احنا حطينا اطباق البيض دي فكرة جميلة، ولكن في الكميات الصغيرة جميلة لان انتاجية بتبقى اعلى شوية، ولكن مش الفكرة في الشرانق. ليه الشرانق بتموت؟ الشرانق بتموت لعدة اسباب. اول سبب يا جماعة لازم ناخد بالنا منه جدا، ان هو احنا ما ينفعش نحط يعني ما نخليش الدود بتاعنا من غير مصدر رطوبة لفترة طويلة، لان هيجي وهيطلع وهيعض في الشرانق، وساعتها هيتسبب يا انما في موت الشرانق يا انما في تعوق الشرانق، وفي كلتا الحالتين كده يبقى احنا يعني احنا كده خسرنا الشرنقة او الخنفسة بتاعتنا ان شاء الله تعالى يا جماعة. تمام، نيجي برضو نبص للسبب التاني. اهم سبب بعد مصدر الرطوبة يا جماعة هو درجة الحرارة. درجة الحرارة لو ما قدرناش نظبط درجة حرارة مثالية للشرنقة بتاعتي، يبقى كده بنسبة كبيرة جدا 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 يا انما الحاجة بتاعتي مش هتنتج، يا انما هتنتج وهتكون معوقة. تمام يا جماعة. طب واحد هيقول لي مثلا ان هو قافل عنده معرفش ايه، لا انت برضو ممكن تكون حضرتك في الشتاء وقافل على نفسك المكان وكل حاجة، وتكون درجة الحرارة عندك معتدلة، لكن درجة الحرارة لو قلت عن 18 يبقى كده في مشاكل، وهتواجه مشاكل حضرتك وكده هتأثر معاك سلبي في الشرانق. تعالوا بينا بقى نخش في الاسئلة بتاعت الحلقة الاخيرة معانا. وبرضو يا جماعة في الفيديو دوت اسألوا عليه تحته، وانا برضو هحاول اخلي دوت تحت تبع الاجزاء بما انه رد اسئلة، بس هو مش تبع السلسلة اللي احنا كنا ماشيينها. اختنا سوزان قالت لنا ان هي بتقدم للميل وورم مصدر مية، ولكن بتحط سمك حي وبتأكله للسمك مرة في الاسبوع ولا حاجة. طبعا انا اشكرك جدا اختنا الغالية سوزان، ربنا يبارك فيك يا رب وديك الصحة والعافية بجد، يعني على المعلومات الرائعة اللي حضرتك بتفيدينا كلنا بيها، ربنا يعزك ويعز جميع المستمعين يا رب. إيه طبعا يا جماعة، السمك طبعا مصدر رطوبة جميل جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هو بروتين عالي جدا، وغير الكالسيوم والحاجات الفايدة اللي فيه كبيرة، فطبعا جزاكم الله كل خير على الفايدة ديت. وبإذن الله يا رب بالنسبة لأن حضرتك بتحطي سرس الرز أو الردة للشرانق، دي برضو طريقة جميلة ما نقدرش يعني نبخل عليها. نقدر نحط الردة، نقدر نحط السرسة، نقدر نحط العلف نفسه، نقدر نحط أي حاجة، ولكن برضو هنرجع أهم حاجة من المواضيع دي كلها يا جماعة بعد إذنكم، ضبط درجات الحرارة. اضبطوا درجات الحرارة، حاولوا ما تقلش عن 18، احنا بقينا في الصيف والوضع بقى أحسن، وبإذن الله يا رب الفائد هيكون عندكم قليل جدا. أخونا الأستاذ أحمد عماد الدين قال لنا نقل الميل وورم، عايز ينقل الميل ورم من مكان لمكان من بلد لبلد ازاي؟ اهم حاجة يا باشا في انت حبيبي طبعا واخويا وكل حاجة على راسي، اهم حاجة في النقل انه يكون الدود ما يبقاش عنده مصدر الرطوبة عالي.
ممكن نزود شوية في ال ممكن نزود شوية في مصدر الأكل اللي هو الفرشة يعني، بس يفضل لا يعني. عموما احنا هنحاول ما نزودش في مصدر الرطوبة، ويفضل ان احنا ما نعملش في الفرشة احتباس حراري. احتباس حراري يعني حرارة تعلى، لان الحرارة وعليت الدود عندي هيفطس. حاجة كمان، لو مية زادت في الفرشة او حد رش عليها مية ولا الكلام ده كله، ممكن تأثر سلبي برضو، غير ان الحرارة يعني الحرارة هتموت لي الدود. وحاجة كمان، المية لو عيت في الفرشة بتاعتي هتموت لي الدود وهتخنقه لي. لو ما اتخنقش ومات بعدها بيوم، هتموت بعد اتنين بعد تلاتة بعد اربعة، بس هتموت هتموت. يبقى النقل السليم ازاي؟ النقل السليم يكون مفيش مصدر رطوبة عالي، ولو في مصدر رطوبة هيبقى حاجة جافة زي جزراية، ممكن حتة بطاطسية، ولكن حتة واحدة مش برضو بشر ولا الكلام ده كله. وهنحاول ان يعني المصدر يكون صغير مش كبير، ويفضل انا ما رشحش بوجوده اصلا تماما، يبقى من غير اكل ومن غير مية. ويفضل يفضل 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 بلاش الحر، او لو حضرتك هتعمل في الحر يبقى يفضل حضرتك تعمل حساب التهوية اللازمة. اختنا مروه لاشين قالت لنا ايه فايده كراتين البيض للشرانق؟ هي كراتين البيض جميله جدا في فأس الشرانق، او اللي هو يعني في انتاج الشرانق، بالاخص في الشتاء، عشان خاطر هي بتمتص الرطوبه والكلام ده كله ماشي مفيش مشكله، بس هي بتدي انتاجيه اعلى بالنسبه للشتاء اللي مش قادر يظبط درجات الحراره. وهل الشرانق بتتحرك ولا لا؟ نعم الشرانق بتتحرك من جنب لجنب مفيش مشكله. واخونا الحاج طاهر قال لي الشرانق بتتحرك ازاي؟ بتبقى على جنبها على ظهرها، هي بتتقلب يعني زي ما تقول بتتحرك كده، بتعمل حركه وبتتحرك مفيش مشكله. اخونا الحاج طاهر مسافر اسبوع، وبيقول هو مش عارف هيتعامل مع دود ازاي بتاعه والياركات بتاعته في خلال الاسبوع دوت، هل ينفع يسيبه من غير اكل؟ هل ينفع ايه؟ طبعا ينفع، وهي الدوده بتاعتنا دوده متحمله جدا وبتستحمل جدا الحمد لله تعالى. ولكن احنا في خلال الاسبوع دوت هنحاول نديها مصدر رطوبه عالي اكتر من كل مره، هنديها مثلا جزر، بس بدل ما هنقط حط الجزرايه شرايح رفيعه، لا احنا هنحط شريحه تخينه تقعد فتره اكبر، وفي نفس الوقت ما تعفنش ولا تنتن. وحتى لو عفنت وحضرتك مش موجود مفيش مشكله، هي هتستحمل، ولكن الجزرايه بالاخص التخينه هتتعايش لفتره اكبر عن البطاطس واي حاجه تانية، او ممكن ما شابه اي حد عنده بديل مفيش مشكله. اخونا محمد حسان قال لنا هل ممكن احط الكركم في الفرشه لمنع النمل؟ هو الكركم في الفرشه جميله، ولكن هو مش علاج مثالي. ممكن حضرتك تحط بودره صراصير في الارضيه او اي حاجه في الارضيه، ولكن مش في الارضيه، مش في الفرشه، انا مش بقول في الفرشه، في الارضيه، في الارض، المكان اللي حضرتك بتربي فيه، ارض العنبر او ارض حاجه، وباذن الله رب ربنا يوسع عليك ويزيدك. اخونا الحاج طارق المولى، احنا طبعا انا طبعا اعتذر لحضرتك ان انا ما كنتش كتبت اسمك في الروليت الجديد، انا هكتبه والله تاني عينيا الاثنين، وانا فعلا لحد دلوقتي ما طلعتش الربع كيلو بتاع حضرتك، وباذن الله باذن الله باذن الله. هو انا كان في شخص والله في دماغي ان انا اطلعه له، ولكن للاسف هو ما اتصلش بيا تاني. وباذن الله يا رب، باذن الله يا رب اي اقرب واحد هحاول هلاقيه، يعني ان هو محتاج اكتر واحد والله اطلعها، بس الحد يكون ان شاء الله تعالى يستاهلها. بالنسبه يا جماعه لتسويق الميل ورم والميل ورم، السعر النهارده نزل لحد 200 جنيه. السعر دوت سعر قطاعي، السعر قطاعي 200 جنيه حاليا. لو حد عايز برضو يكلمني وانا احاول اتوصل له، عينيا الاثنين مفيش مشكله. بالنسبه للاسعار والجمله وكده، هو السعر يعتبر اليومين دول للاسف فيه نزول تام، وللاسف العيب دوت يرجع للمربيين. ليه المربيين؟ لان التاجر بينزل في السعر بينزل في السعر بينزل في السعر، مش همه المربي في حاجه. يعني التاجر عايز ياخد بسعر ارخص ويبيع بسعر عالي مفيش مشكله معاه، ولكن ده بيرجع على المربي. انا لما اجي النهارده ببيع ب 200 غصب عني هشتري ب 150، بكره شبعت ب 150 بعده هبيع ب 100. ففي فرق بين المربي واللي مش مربي، يا ريت كل واحد يعمل حسابه ويعزز حاجته شويه عشان خاطر ما نخسرش ونفقد السوق بتاعنا يا جماعه، وكله يجي في الاخر ويلاقي نفسه ندمان ويقول ان احنا ما بنكسبش ليه احنا ما بنعملش، فده كله يرجع لينا. هنحاول نقلل السعر، حتى السعر مهما نقل يا جماعه ما يقلش عن 200 جنيه يا ريت في القطاعي. انتوا هتنزلوا اكتر من 200 جنيه العائد هيرجع عليكم انتم، وكل واحد حر ومفيش مشكله، وانتوا الحرين وكل واحد هيشيل. احنا انا كمربي كميه كبيره الحمد لله مش فارقه معايا كتير، انا حتى لو بعت الكيلو ب 50 جنيه انا مش هزعل،
ولكن برضو الحكم بالعقل ان شاء الله تعالى. احنا برضو بنبيع بمرضي الله وبنشتري بمرضي الله، وربنا يوسع علينا وعليكم. ولكن عززوا حاجتكم شوية، مش لازم تنافسوا بالسعر بتاعكم عشان خاطر تعرفوا تبيعوا. ولو حد عايز ينافس بسعره عشان يبيع انت حر، ولكن كل واحد يبقى ما يلومش وقتها الا نفسه. اتمنى ان انا اكون فدتكم، واتمنى ان انتم تكونوا كلكم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. واتمنى ان انتم ما تزعلوش مني وتأخيري عليكم في الفيديوهات يا جماعة. والسلام عليكم. وهنزل اتنين برضو مؤهلين في الحلقة اللي فاتت، وهنزل الحلقة دي برضو اتنين مؤهلين. هي انا عارف ان هي مش تبع السلسلة، بس انا احتبالها تبع السلسلة، وفي برضو كام واحد هاخدهم كده ونحاول نديهم مكافأة مننا ليهم، تحويل رصيد. هنحاول نحولهم في حدود 50 جنيه رصيد، ده هدية مني ليهم، بس لحد دلوقتي ما عرفتش العدد كامل اللي انا هحولهم. وهو دي مكافأة مني ليكم على اني انا ما قدرتش ان انا اقف معاكم في رمضان، وان انا اديكم السلسلة بتاعتي في رمضان، ولكن والله غصب عني. وشكرا ليكم جدا كلكم، ومع الف سلامة.